إنها مباراة حاسمة لفريقك المفضل. فريقك قريب من التتويج، فقط يحتاج هدفاً واحداً ليفوز، وفجأة تلوح فرصة هجمة لفريقك. يندفع المهاجم بأقصى سرعته حتى وصل مرمى الخصم، ثم يسدد ضربة صاروخية نحو المرمى وتخترق الكرة الشباك. لكن الضربة القوية التي سددها المهاجم كانت قوية بما يكفي لدرجة إحداث ثقب في الكرة، ورغم أنها دخلت الشباك إلا أنها فقدت كل هوائها حالها حال أي شيء آخر كإطار سيارة أو بالون أو كما كان يحصل مع كرتك المنزلية في طفولتك. لكن السؤال، هل سيحتسب الحكم ذلك الهدف أم أنه سيلغي وتضيع على فريقك فرصة الفوز؟ لسوء حظك سيلغى الهدف، فبحسب قوانين الفيفا فإن أي كرة تنفجر أو تنثقب وتخسر هواءها لا تحتسب هدفاً. قد يكون هذا القانون غريباً والقليل من الناس سمعوا به من قبل، لكن في عالم كرة القدم الكثير من القوانين الغريبة، دعنا نطلعك على أبرزها في هذا الفيديو. يسمح بتمرير ركلة الجزاء؟ هل كنت تعلم أن قانون اللعبة يفتح الباب أمام مسدد ركلة الجزاء ليمرر الكرة لزميله بدلاً من ضربها نحو الشباك؟ نعم، هذا القانون موجود فعلاً، لكن تجدر الإشارة إلى أن القانون يلزم اللاعب الذي يريد تمرير ركلة الجزاء بلمس الكرة مرة واحدة فقط، سواء أراد تسديدها مباشرة أم تمريرها. أما إن ركل اللاعب الكرة أمامه ولمسها مرتان فإن ذلك يعتبر تسللاً. ولعل أروع مثال على هذا كانت في تلك المباراة التي جمعت برشلونة بسيلتا فيغو في عام 2016، في حينها أدهش الساحر ليونيل ميسي العالم حين اختار تمرير الكرة للاعب لويس سواريز ليضعها في الشباك بدلاً من أن يسددها مباشرة. يمكن طرد اللاعب قبل بدء المباراة. الانضباط هو المهمة الأساسية للحكم في أي مباراة، وصلاحيات الحكم وسلطته على اللاعبين تتجاوز الوقت الفعلي للمباراة من صافرة البداية إلى صافرة النهاية، فيمكن للحكم طرد اللاعب قبل بدء المباراة أو بعدها. وهذا ما حصل عام 2019 حين طرد لاعب نادي كوستوموس يونايتد التايلندي بانترا قبل بدء مباراة فريقه ضد نادي نايفي التايلندي، وذلك بسبب تبادله الشتائم مع أحد لاعبي فريق الخصم. ونتيجة لذلك بدأ كوستوموس يونايتد المباراة بعشرة لاعبين فقط. لا يمكن إجبار اللاعب المستبدل على الخروج من الملعب، صدق أو لا تصدق. يمكن للاعب داخل الملعب رفض قرار المدير الفني بتبديله والاستمرار باللعب رغما عنه، فلا يوجد أي نص في قانون كرة القدم يلزم اللاعب داخل الملعب بالخروج في حال تبديله، وسيستمر اللعب ولن يتدخل حكم المباراة بإعطائه إنذارا أو ما شابه. وقد حصلت مثل هذه الحادثة سابقاً حين رفض حارس مرمى تشيلسي كيبا الخروج من الملعب في نهائي كأس كارابوا 2019، وبالطبع كان المدير الفني موريسيو ساري غاضباً. يجب أن يتساوى عدد لاعبي الفريقين عند تنفيذ ضربات الجزاء، ويعني هذا أنه إن طرد لاعب من أحد الفريقين أثناء أوقات اللعب يجب أن يستبعد لاعب من الفريق المنافس خلال ركلات الترجيح. ولعل أبرز مثال على ذلك هو ما جرى عام 2006 في نهائي كأس العالم بين منتخبي إيطاليا وفرنسا، فحين تم طرد زين الدين زيدان استبعد معه اللاعب الإيطالي جينارو غاتوزو. يحظر على حارس المرمى الاحتفاظ بالكرة في يديه لمدة تزيد عن 6 ثوان. يقوم الكثير من الحراس بإضاعة الوقت من خلال إطالة وقت إمساك الكرة، لكن من الناحية القانونية لا يجوز له الاحتفاظ بها لأكثر من 6 ثوان. ورغم ذلك لم يتم تنفيذ هذا القانون دائماً، مما يثير غضب الفرق المنافسة، وإذا تم تجاوز هذا الزمن فسيتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة ضد فريق الحارس من داخل منطقة الجزاء. كانت هذه أبرز القوانين الغريبة في كرة القدم، فما هو القانون الأغرب من وجهة نظرك؟